صليت ركعتين في المسجد في صلاة المغرب، واش نصلي ركعتين؟ ما كانش مذهبنا. إذا سيدي ما كاين حتى مشكل تصلي ركعتين إذا أذن لصلاة المغرب. كي أذن صلاة المغرب راه صافي فات الوقت ديال المنع بالنسبة للمالكية، ولكن بالنسبة حنا للمالكية اعتدنا أننا إذا دخلنا بعد أذان المغرب أن لا نصلي، نسبحوا ونجلسوا. بما أن المغاربة ما يصليوش يتمر المغرب، ما تصليش اجلس. الجماعة خير، ما تديرش الفتنة. وفوقاش تصلي؟ منين تكون كاع الناس عارفة هاد الشيء. اما الا انت صليت والوقت ما عارفينش، هو عارفين غير المذهب تاع الامام مالك، واش راه يدير هذا؟ خاطر تخاف يضربك شي واحد بالنعله وانت تصلي. ولكن الانسان خصو يكون فقيه. فقيه زعما غير انا عرفت باين الا صافي هذه صافي، انا الصلاه ما يقلع لي حتى واحد، انا سنه. واه سنه والجماعه والفتنه باش تحل بالسنه بغيت تشعلها والناس راه كرهت السنه ولا ما كرهت السنه؟ ولكن سبقهم عمل فبه يعملون فلا تفتني الناس. بحال هذيك جلسه الاستراحه، جلسه الاستراحه يعني منين يصليوا ذيك الركعه الاولى قبل ما ينوضوا يجلسوا، واحد العدد المساكين ما عارفينش يحسب لهم الركعه الثانيه ويجلسوا، عاد يجي الزايخ نايض والاخر يطلع هذاك الثالثه يجلس عاودك يجلس باش تعرفوا باللي قلوبنا حاضرين. عادينو عادينو يا حبيبي، عرفناك تعرف السنه حسن جدا ممتاز، الناس ما عارفاش. صلي كيما راهم يصلي، دير كيما دير الجماعه، ما دام هذا اللي ديروه الجماعه ما فيه شيء شي حاجه منكره ولا تقلك من صلاتك ولا تضيعك، هذه وحده. وثانيا انما جعل الامام ليؤتم به. اذا كان الامام ما يجلس جلسه الاستراحه لا تجلس، ائتم بالامام. كان الإمام الشافعي يخالف الإمام أحمد في كثير، وإذا صلى وراء صلى بصلاته فيقال لما؟ قال لي نصلي بصلاتك، أنت صليت؟ صليت أنت بينا واش نحتارمك؟ إحنا يا اللي عرف شي حاجة يبغي يديرها بوحده، واحد جالس، واحد جالس غلط، واحد نايض ويشوف، وين هاش؟ رفقوا رفقوا شوية بالمسلمين الله يرحمهم عليكم.